مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي تريزور فاينانس؟ ما هي ميزات تريزور فاينانس؟ ما هي تريزور فاينانس؟ تريزور هي شبكة دفع مالية لا مركزية تعيد بناء كومة الدفع التقليدية على البلوكشين. تستخدم سلم من العملات المستقرة المربوطة بالعملات الورقية مثبتة خوارزميا من خلال عملتها الاحتياطية لتسهيل المدفوعات القابلة للبرمجة. ما هي ميزات تريزور فاينانس؟ في تريزور فاينانس يسعى الفريق إلى مكافأة مستخدمي التمويل اللامركزي. سيختار خبراء الاستثمار في تريزور فاينانس مشاريع العقد المحتملة للحصول عنها واستثمرون فيها. تريزور فاينانس هو مشروع جديد به خارطة طريق واحدة تهدف إلى زعزعة عالم العملات المشفرة. سيكون تريزور متاحا للمستخدمين على باينانس سمارت تشين. تريزور هو رمز مميز شديد الانكماش يكافئ حامله من خلال انعكاس BNB. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفا لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.